هلو، ايه الاخبار؟ this video هيبقى اخر فيديو في ال design patterns، في 6 design patterns that we have that were mentioned في ال prep assignment. It will be the last behavioral design pattern, which is the decorator design pattern. وهنشرح الديكوريتر بحاجة لطيفة قوي وهن implement it actually in code، وهي يعني غالبا هي نفس الشيء اللي بالظبط موجود في الشيت. خلاص سهل، هنغير الاكزامبل حاجه، او هو نفس الاكزامبل اكشلي. اسيوم ان انا رحت ستاربكس وعايز اطلب قهوه، ما حددتش عايز اطلب درينك، نوع البيفرج ما حددتوش. خلاص رحت وقفت قدام الكاشير، والكاشير ايه ابتدى ايه في الاستجواب اللي بيستجوبوه ده، اللي هو حضرتك هتحبه مش عارف ايه، لارج ولا ميديم، الكلام ده كله. خلاص انا عندي اوردر معين في دماغي انا عايز اطلبه. ليتس سي مثلا انا عايز وايت موكا، عشان هي مش موجوده او بقت موجوده، وايت موكا عليها تشوكلت شيبس مثلا. خلاص وعليها ويبت كريم. حد تاني غيري راح طلب كارميل فرابتشينو، وده باي ذا واي وايت موكا مثلا فرابي برضو. حد غيري رايح طلب كارميل فرابتشينو بلس ويب كريم بس. حد تاني راح طلب ايست موكا بلس ولا حاجة، ايس موكا بس، اسكيمد ميلك بس. تمام، كل واحد فينا طلب اوردر. اللي احنا بنشوفه قدام عينينا ان الكاشير اللي واقف قدامنا بيبقى عنده على سكرين، يقعد يتكتك تكتكات كده على السكرين احنا مش شايفينها، وفي الاخر يطلع لنا ريسيت فيه كل الحاجات دي، وايت موكا فربي، تشوكلت شيبس، ويبت كريم، كارميل فرابي، ويبت كريم، ايست موكا، سكيم ميلك، مش عارف ايه، كل الكلام ده. To design a system like this، لو احنا الناس اللي بنديزاين السيستم بتاع ستاربكس مثلا او اي كوفي شوب او وات ايفر، To design system like this احنا عندنا اوبشنز كتير قوي. انا ممكن يبقى عندي ليست اوف كل البيفرجز اللي موجوده عندي، يعني يبقى عندي ليست مكتوب فيها وايت موكا فرابي، وتحتها وايت موكا فرابي بلس ويبت كريم، وايت موكا فرابي بلس تشوكلت شيبس، وايت موكا فرابي تشوكلت شيبس وعليه ويبت كريم، كارميل فرابي، كارميل فرابي ويبت كريم، كارميل فرابي كارميل اب اند داون، ايست موكا، ايست موكا بلس سكيم ميلك، ايست موكا الموند اند سو اون. يبقى عندي بقى ايه عدد مهول مهول من البيفرجز في ليست، وانا بسيرش واختار منها. مشكله الموضوع ده ايه؟ مشكله الموضوع ده ان انا لو عندي ايتمز كتير قوي هلاقي ممكن ان انا بسيرش في ليست مكونه من عشرات ومئات الالاف، ان ما كانش ملايين من الدرينكس، لان الكومبينيشنز اوف ذم، يعني حتى مكتوب في الشيت اكزامبل اللي موجود في الشيت، الكومبينيشنز محسوبه ان اف اي هاف اونلي 1 فاريبل، سوري 5 فاريبلز لكل الدرينكس، هيبقى عندي 5 فاريبلز بانواع بقى الكوفي مش عارف بلا بلا بلا، هيبقى عندي اراوند 20 مليون باين حاجه مليون بيفرج. فده هيبقى رقم ضخم جدا ان انا اقعد ادور بقى سيرش ثرو ات بقى، والسيستم هيبقى حاجه ضخمه جدا يعني. فده هيعمل لي مشكله ان انا ما اقدرش اكريت مليون كلاس، ما اقدرش اكريت مليون اوبجكت، مش هينفع. وبعدين طب نفترض ان بكره صاحب المحل قرر ان هو، او مش بكره، ليه الوايت موكا لما ما كانتش موجوده، يمكن ستيل ما تبقاش موجوده يعني، الوايت موكا مش موجوده، ده معناه ايه؟ ان انا محتاجه بلوك كل الاوردرز اللي فيها كلمه وايت موكا. دول ممكن يكونوا الاف الاوردرز، اوردرز كتير قوي بقى، فانا ما اعرفش. ممكن يجي لي واحد كاستمر لاسع شويه عايز يحط حاجات مش لايقه على بعض، بس هو حابب يشربها كده، اه حر. انا كموظف ماليش ان انا اقول له لا ما عندناش، ما تشربش الكلام ده، لا بس هي مش متسجله عندي على السيستم، طب انا هعمل ايه؟ فطلع اوبشن تاني. اوبشن التاني ان انا ممكن ايه، اقول خلاص انا هعمل مثلا بولينز، او انا هعمل اتريبيوتس لكل حاجه عندي اوبشن، وهقعد ترو اور فولس ترو اور فولس ترو اور فولس في 100 ايتم مثلا. فده معناه ايه؟ ان انا هختار
من الميت ايتم 5 6 بس. فاي نيد تو جو ثرو الميت ايتم عشان اختار من 5 6. ذس از ا بروبلم برضو ان هو اوفر هيد عالي قوي. ان انا طب ما انا محتاج هندل بقى في البيفرج كلاس الضخم بتاعي ان انا لو وايت موكا هيبقى برايس كذا, لو ايس موكا هيبقى برايس كذا, اف ايلس هيبقى عندي كميه ستيتمنتس مش طبيعيه بتاد بقى للكوست وبتاد للمش عارف ايه, قصه طويله. تو سولف ذس بروبلم عندنا الديكوريتر ديزاين باترن. عشان كده زي ما قلنا في اول فيديو خالص, ديزاين باترن ساعات ممكن يعني تحمينا من مشاكل كتير قوي, وساعات ممكن تكون كومبليكيتد. يعني انا لو واحد ببيع ميه وعصير, ليه اقعد اعمل ديزاين باترن عشان ميه وعصير؟ هما ميه وعصير, مش بكره الصبح هيتغير, هما ميه وعصير يعني. انما انا لو ببيع بقى ايتمز كتير قوي قوي برودكتس كتير, لا ما انا لازم اكاونت فور المشاكل اللي ممكن تحصل لي كل ما هكبر البيزنس ده. الديكوريتر ديزاين باترن بكل بساطه ان انا باخد كل ايتم من دول او كل فاريبل من دول, او زي ما هي منشنت في شيت, انا اجيب لكم الكلمه بالظبط زي ما هي منشنت في الشيت. كل ايه ثانيه واحده, لكل كوندمنت لكل ايتم ماشي, لكل ايتم عندي, كل اكسترا حاجه عندي هعمل لها ديكوريتر. ده معناه ان انا مش محتاج اكيب تراك اوف في نفس الكلاس, مش محتاج اكيب تراك اوف انا وايت موك ولا لا, انا شوكليت شيبس ولا لا, انا وايت كريم ولا لا, لا انا هعمل كلاس اسمه وايت موك. او اكتب بقى اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل كلاس اسمه فرابي فرابتشينو, وكلاس تاني اسمه ايست كوفي ماشي, وبعد كده كلاس اسمه وايت موك, وايت موك كلاس اسمه كاراميل, كلاس اسمه تشوكليت شيبس, كلاس اسمه ويب كريم, كلاس اسمه سكيمد ميلك, كلاس اسمه ريجولر ميلك اند سو اون. وهنقعد نبيلد اب ابون الاوردر بتاعنا. اول كلمه انا بقولها انا عايز فرابي, انا عايز فرابتشينو, فالراجل هيقوم دايس على زرار فرابي. بعد كده انا عايزها وايت موكا, هيقوم هو دايس على وايت موكا, فوايت موكا هتراب الفرابتشينو. مع كده ماي اوردر از نوت اني مور فرابتشينو, لا ماي اوردر از وايت موكا فرابتشينو. فالوايت موكا هتراب الاوردر. الوايت موكا هنا از ديكوريتر, ليه؟ ان هي حاجه بتركب على البيزك خالص اللي عندي, على الحاجه البيزك اللي عندي خالص, خلاص بتركب عليها اوفر ات تديكوريت, تديها فليفر مختلف, ليترلي فليفر ان اور كيس يعني, خلاص كوست زياده اند سو اون. بعد كده انا عايز شوكليت شيبس, فالشوكليت شيبس دي رخره بتقوم لفه حوالين الوايت موكا, فانا كده بقى عندي وايت موكا شوكليت شيبس, عليه ويبت كريم, فيقوم كل الويبت كريم واخد كل الدرينك محطوط عليه ويبت كريم, مش هحط ويبت كريم على الوايت موكا واسيب مثلا الشوكليت شيبس على جنب, لا يعني هو على كله. فالويبت كريم از كلاس برضو ذات ديكوريتس وبيزود كوست وبيزود بلا بلا بلا. نفس الكلام هنا, انا عايز هنا فرابي حلو, انا عايزه عليه كراميل, يبقى انا هحط كراميل على الفرابي, يبقى كراميل فرابي. عايز عليه ويبت كريم هحطه على كل الايه الكوبايه اند سو اون. نفس الكلام انا عايز ايست كوفي, طب ايست كوفي ده ايه؟ بموك, يبقى ايز موك فليفر موك. عايزه سكيمد ميلك اند سو اون. خلاص هي بنفس الايه, بنفس الايديا, ان انا بعمل ديكوريترز, بعمل حاجات بتراب الاوريدي اكزيستنج بيفرج وتزود عليه كوست, تزود عليه ديسكريبشن, تزود عليه وات ايفر. في الكيس بتاعتنا هنا احنا هيبقى عندنا كوست وديسكريبشن بس, تزود عليه كوست, تزود عليه ديسكريبشن اند سو اون. ليتس سي لو احنا بنتكلم ان ذا كونتكست اوف ان انا بديزاين مثلا اي بي اي لا برودكتس مثلا, ان احنا وي توكت اباوت جوميا يسترداي, يعني وي ديزاين ان اي بي اي, ار ديزايننج ان اي بي اي لاي كوميرس ويب سايت, فانا البيزك اي بي اي خالص بتاعي خالص بيريتيرن كل البرودكتس اللي عندي. بعد كده انا هحط له ديكوريتر فوقيه يتاكد ان انا اصلا لوجد ان, ففانكشناليتي اللوجن انا هعملها في حته واقوم مركبها على الاي بي اي. عايز بقى ديكوريتر تاني يراب اراوند ات, يتاكد ان انا مثلا في ريجن افيلبل فيها الشيبنج وات ايفر, خلاص كونتينر تاني يراب اراوند انا عملت كام, يعني اسيوم يعني الاي بي اي نفسه ان انا باخد بقى الاي بي اي اليمنتس دي واقعد اغير فيها اغير فيها وانا عمال اد ديكوريتر. نفس الفكره اللي هنا بالظبط, خلاص بس خلينا نستيك تو ذس ايديا احسن. اوكي خلينا بقى نشوف الكود اللي هو برده موجود في الشيت عادي.
بس احنا هنغير فيه شويه حاجات. يعني انا عندي فرابي، انا عندي الاول كلاس بافريج، ابستراكت كلاس بافريج. انا ما ينفعش اروح اقول له انا عايز اشرب بافريج يقول لي يعني ايه حضرتك عايز ايه خلاص. فانا هو ابستراكت كلاس ليه ديسكريبشن وليه كوست وليه ميثود جيت ديسكريبشن وليه كوست اللي هي بتطلع في الريسيت عادي. خلاص عندي 3 مين او 3 بيزك بافريجز. عندي فرابي فرابتشينو خلاص اسمه فرابي وليتس سي سعره 30 بيزك 30 جنيه مثلا. عندي هوت كوفي عادي ب 20 وعندي ايس كوفي ب 25 تمام. كل الكلام ده جميل جدا. انا عندي البيزك بافريجز. طيب انا وانا رايح بقى اطلب من ستاربكس ممكن اطلب البيزك بافريجز، مفيش ما يمنع، مفيش حد هيقول لي لا سوري ما انتش هتطلب. وممكن اطلب بيزك بافريجز عليها شويه حاجات تانية. طيب عشان اعمل بقى بيزك بافريجز عليها شويه حاجات تانية دي ساعتها اي نيد تو انتروديوس الديكوريتور كلاس. وهنا في حالتنا احنا هنعمل مالتيبل ديكوريتورز، فاحسن حاجه ان احنا نلينك ذم بانترفيس او بابستراكت كلاس. هنا مثلا هنعملها ابستراكت كلاس بابليك ابستراكت، او مش بابليك بقى عشان احنا جوه فايل تاني. ابستراكت كلاس هنسميه ايه؟ ديكوريتور. والديكوريتور بتاعنا ده بيكستند بافريج، لان هو في الاول وفي الاخر لازم يكستند مين؟ لازم يبقى بافريج. اكستندز ماشي اكستندز بافريج، احنا محتاجين بافريج يبقى فوق اعتقد. ماشي اكستندز بافريج انا كده تمام، انا كده ماشي في الايه. احنا محتاجين هنا نخلي ده ديكوريتر، خلي مثلا بافريج ديكوريتر عشان اسم الكلاس بافريج ديكوريتر. خلاص البافريج ديكوريتر بتاعي ليه بيكستند بافريج؟ لان راح ولا جه هو في الاخر لازم الاوتبوت بتاعي ده يكون بافريج. يعني انا ما ينفعش بعد ما احط الاديشن بتاعتي الحاجات اللي انا عايز احطها الفليفرز ما في الاقي الراجل مديني كيس شيبسي، ما هو لازم بافريج، لازم في الاول وفي الاخر يبقى ايه؟ هيبقى بافريج عادي. فانا هاجي هيبقى البافريج ديكوريتر ده بياخد كانبوت البريفيوس بافريج، بياخد بافريج تو بي ديكوريتد. يعني ايه بافريج تو بي ديكوريتد؟ تو بي ديكوريتد يعني انا باخد انبوت. يعني انا خليكم فاكرين برضو احنا بنطلب البيزك اوردر الاول بعدين بناد ابونت. طب ما انا عشان اد على حاجه لازم الحاجه دي تبقى معايا، فالحاجه دي هي الايه؟ البيفرج اللي تو بي ديكوريتد. في البيفرج في الديكوريتر برضو انا لسه ستيل عندي ديسكريبشن وستيل عندي ايه؟ كوست. يعني انا الزيادات دي لازم يبقى ليها ديسكريبشن ولازم يبقى ليها ايه؟ كوست. وهناخد الكلام ده كوبي بيست زي ما هو من الليكتشر كده عشان نختصر الوقت شويه. طيب احنا قلنا ان انا عندي ايه؟ فرابي. طيب انا عايز اد حاجه اسمها وايت موك، فانا هعمل كلاس هسميه وايت موك. والوايت موك بتاعي ده لازم يبقى بيكستند مين؟ الديكوريتر، لازم يكون بيكستند الديكوريتر بتاعي صح، لازم يكون بيكستند الديكوريتر بتاعي. والوايت موك بتاعتي لما انا باخد وايت موك دي، او يعني انا مش بكرييت اكتشلي بقى وايت موك، هو انا برابط يعني براب على الوايت موك على طول. فانا مجرد بعمل طك كده مش دعوه بالكلام ده. ماشي فين 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 انا بعمل سوري انا باخد كانبوت البيفرج تو بي ديكوريتد. انا باخد البيفرج تو بي ديكوريتد برضو بنفس الطريقه خلاص. و بقول ان this dot مش عارف احنا غالبا ما عملناش هناك يعني this dot to be decorated هو الايه؟ to be decorated اللي داخل لي ده البيفرج اللي انا محتاجه ايه؟ اغيره. انا هنا باكستند الديكوري البيفرج ديكوريتر سوري باكستند بيفرج ديكوريتر. وطبعا في ان امبلمنتد ميثودز محتاجين نعملها اللي هي جيت كوست وجيت ديسكريبشن. في مشكله ماشي جيت كوست وديسكريبشن اوكي. طيب انا باخد كانبوت وانا وايد موكا براب اراوند بيفرج تو بي ديكوريتد. الكوست بتاعي بيعمل ايه؟ كل اللي بعمله ان انا بريتيرن البيفرج تو بي ديكوريتد ده to be decorated plus بقى ك كوست بجيت الكوست بلس الادد فاليو بتاعي اللي هو مثلا 5. ايه الايرور اللي هنا؟ get cost is not defined beverage to be decorated get cost. ايه المشكله؟ extend decorate هي beverage
method get calls by manipulation. احنا سوري احنا we need هنا لا ثانية واحدة كده ايه المشكلة هنا cannot find symbol method get cost to be decorated beverage عادي في cost هو cost بس مش get cost ماشي يعني beverage دي المفروض يبقى get cost اوكي نو بروبلم يعني خلينا نغيرها بقى ايه في كله you can get cost ماشي المفروض كده تكون اتغيرت في كله تمام ماشي بقى جت كوست بتاع الايه احنا فين الوايت موكا بقى جت اتس كوست اوكي فكل اللي بعمله ان انا باخد الكوست بتاع البافريدج اللي انا اللي داخل لي اصلا تو بي ديكوريتد وبقعد عليه الوايت موكا اللي هم لا تسي مثلا 10 جنيه خلاص بعد كده الديسكربشن بتاعه نفس الكلام باخد نفس الديسكربشن بالظبط باخد التو بي ديكوريتد دوت ديسكربشن واقعد عليه كلمه وايت موكا بس فبقى ايه with white mock فبقى ايه كده انا لو عندي فرابي وحطيته جواه او حطيته جوه وايت موك كده بقى عندي وايت موك فرابي طيب خلينا نعمل واحد تاني ديكوريتر تاني لو جينا قلنا كلاس كارمل كارمل صوص او كارمل او تاب extends beverage decorator فده معنى ان هو المفروض يبقى فيه the following methods وفي نفس الوقت انا برضو عايز اعمل public caramel وبياخد beverage to be decorated and so on get description بتعمل نفس الكلام بتجيب to be decorated اعملها dot to be decorated dot description with caramel نفس الكلام الكوست بعمل to be decorated dot cost plus ساعة خمسة بس أو عشرة خلاص with current حلو to be decorated حلو الكلام and so on بقى whipped cream and so on skimmed milk خلينا برضو ممكن نعمل كمان example skimmed milk skimmed remind جاتت على طول من ال lecture أو regular milk خلينا نعمل regular milk و skimmed milk actually مش هنصر حاجة يعني هنسميها دي beverage decorator what's the problem sorry ماشي عايزين كمان skimmed milk ممكن ايه ده ما علينا ماشي ممكن ناخد كمان regular milk ونعمل واحدة skimmed milk اللي هي skimmed milk خلاص يبقى انا كده بقى معايا options varieties ان انا add regular milk skimmed milk white mocha caramel whatever and so on فانا لما اجي في المين ميثود بتاعتي انا دلوقتي انا شخصيا رايح اطلب اوردر فانا عايز اعمل بيفرج بي 1 equal new beverage ما ينفعش نيو بافريج عشان ده ابستراكت كلوز فانا هطلب فرابي انا طلبت ايه ثانيه واحده طلبت فرابي ده البيزك بيفريج بتاعي انا ما طلبتش حاجه غير انا دخلت قلت له من فضلك انا عايز فرابي هيقول لي طب حضرتك عايزه بايه مش عارف ايه اند سو اون الايه الحاجات الزيادات دي بقى الزيادات اللي ايه اللي بتبيلد اب ابون الكلام ده انا مش عايزه بتاع ده انا I have two ways of wrapping it by the way انا اقدر اراب وانا قاعد كده كل البيفرج بتاعي يبقى regular milk جواه فرابي regular milk وده طبعا new فرابي والregular milk يكون هو كمان wrapped around كل ده يكون wrapped around صام غير سيمي كولون في الاخر يكون كل الكلام الحلو ده رابد اراوند مثلا وايت موكا خلاص ويبقى نيو وايت موكا اند سو اون ممكن اعمل كده وممكن
برضو عشان شكلها يبقى احسن تتعمل على مراحل، ان انا اعمل beverage B2 equal new iced coffee عادي، بعد كده ال iced coffee ده يكون مش عاملين iced coffee اه سوري iced coffee وهوت شوكليت اوكي iced coffee، وبعد كده اقوم قايل والله بي 2 بتاعي ده، خلي بالك بي 2 هو كمان بقى مش بس iced coffee، ده بقى new احنا قلنا كراميل مثلا كراميل، وجواه بي 2 شخصيا اللي هو ماي اوردر، انا عايز ازود عليه كراميل، فده بالظبط اللي احنا عملناه خلاص. بس احنا we need a display method ماشي يعني that's it. انا بقعد ابيلد اب ابيلد اب اون ماي ديكوريتورز خلاص. لو انا جيت في الاول خالص قلت انا عايز والله بيفرج ب 0 ايكوال نيو هوت كوفي بس وسكت خلاص، ف this is still a beverage this works عادي يعني ماشي. وجينا بعد كده بقى قلنا system dot مش عارف ايه ب 0 لا انا عايز result ب 1 get description و ب 2 ب 2 dot get description. انا جيت دلوقتي عملت run للكلام الجميل ده خلاص، فاللي هيحصل دلوقتي ان انا هلاقي بي 0 بتاعي اللي هو there is an error for the declaration. فين ال error؟ sorry hot coffee ودي هتبقى iced coffee ماشي. عملت كده تاني تا 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 هيطلع بالسلامة ان شاء الله. بقى عندي هوت كوفي، وبعد كده بقى عندي فرابي وذ ريجولر ميلك وذ وايت موكا، بغض النظر ان احنا المفروض نحط سبيسز بس ما علينا. هنا بقى عندي ايست كوفي وذ كراميل نفس الكلام. انا كده اللي عملته ايه، ان انا حطيت ديكوريترز لكل حاجه عندي عشان تافويد ذا ايديا اوف ان انا اضطر اسيف كل الفارينس من كل الدرينكس، وفي نفس الوقت ما ليميتش نفسي لعدد من الدرينكس معين. يبقى انا كده ذا ديكوريتور ديزاين باترن فكرتها كلها ان هي بتراب اب حاجه بتراب حاجه، يعني زي بالظبط الفيديوهات الغلسه اللي هي بتاعت هديه جوه علبه جوه علبه جوه علبه جوه علبه جوه علبه جوه علبه، بتعمل علبه كبيره جدا مع ان الهديه حاجه صغيره جدا. هي دي نفس الفكره، انا عندي بيزك درينك خلاص راب اراوند ات ان انا عايزه ريجولر ميلك، راب اراوند ان انا عايزه بكراميل، راب اراوند ان انا عايزه ويب كريم اند سو. يبقى انا كده اكون عملت الدرينك اللي انا عايزه من غير ما اضطر يبقى عندي فارينتس من كل الدرينكس دي موجوده. انا كل اللي عندي ان انا اي فارينت زياده هزوده هعمل له كلاس، والكلاس ده هيبقى ديكوريتور كلاس وخلاص وشكرا، انا مش محتاج لاي حاجه ثانيه. This was the decorator design pattern. ده اخر ديزاين باترن موجود في الشيت واخر ديزاين باترن من 6 ديزاين باترنز. This concludes the playlist. If you want if you have any questions او اي حاجه you can contact me بقى through Instagram, WhatsApp, leave a comment, whatever you want يعني. و بس this is it يعني. Thank you. و good luck in the exam. Thank you.